نروح بقى لكاس العالم للبلياردو، برضو ده ضمن اخبارنا الايجابيه النهارده اللي استضافتها مدينه شرم الشيخ واختتمت منافساتها كان برضو بالامس. شارك فيها 150 لاعب ولاعبه يمثلون 22 دوله على مستوى العالم، اقيم حفل ختام البطوله ده وسط اجراءات طبعا احترازيه صارمه. والبطوله دي بخلاف يعني ان هي رياضيه، لكن كمان قيمت في اطار دعم السياحه الرياضيه، وده الملف اللي احنا دايما بنتكلم عنه، السياحه الرياضيه. وكان في نجاح للبطوله وغيرها كمان من البطولات الدوليه اللي بتقام في مصر، رغم بنتكلم التحديات الصعبه اللي بيمر بيها العالم مش بتمر بيها مصر، فحاجه برضو محترمه وبتدل على قدره المصريين على تحدي اكيد الصعاب وتنظيم بطولات دوليه بشرف يعني او بشكل مشرف.